بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد طايل من ريفيو ستور. النهاردة ان شاء الله هيكون معنا انطباعات اولية عن هواوي ميت 10 لايت، الجهاز اللي باربع كاميرات، وكمان هيكون معنا انبوكسنج للجهاز من غير رغي كتير. يلا بينا نبتدي، يلا بينا. جات اللحظة الحاسمة، هواوي ميت 10 لايت. من قدام هنلاقي على العلبة لوجو هواوي، بعد كده هواوي ميت 10 لايت، اما طبعا من على اليمين واليسار هنلاقي كلمة هواوي ديزاين، ومن على اليسار برضو هواوي ديزاين. في الخلف هنلاقي بعض المواصفات اللي هي عن التليفون، اللي هو بيقول لك ذاكرة 64 و4 جيجا، واللون اللي هو اللي معايا البرستيج جولد اللي هو اللون الابيض في الجولد ميت 10 لايت. وبعد كده مفيش اي حاجة تاني خالص على العلب نهائيا. نبدأ بقى نفتح العلبة. اول ما نفتح العلبة هنلاقيهم ثابتين على نفس الديزاين بتاع العلب كلها من ايام البي 8، اللي هو طبعا الجهاز يكون في المنتصف، وبعد كده علبة على اليمين وعلى اليسار. دي العلبة اللي على اليمين وادي الجهاز، وبعد كده هنلاقي علبة على اليسار. خلي الجهاز دلوقتي على جنب هنجيله، وبعد كده العلبة اللي على اليسار. بعد كده مفيش اي حاجة تانية في العلبة هنقدر نحطها على جنب. العلبة الكبيرة هنلاقي فيها الهيدفون جاك اللي هي السماعات بتاعتنا، وبعد كده هنلاقي عندنا شاحن هو من نوع USB 2 مش تايب سي، بعد كده عندنا شاحن واوي المعروف واللي بيجي المفروض بخمسة فولت 2 امبير، وللأسف الشاحن لو حضراتكم شايفين مش هيكون الأسرع. دي كانت المحتويات بتاعت العلبة الأولى، وطبعا بيجي دبوس الشريحة. خليكي هنا. طيب العلبة الصغيرة، لفتة جميلة جدا من واوي اللي هو الظهر، الجراب الظهر، ولكن مش من رابر، لا هو ناشف شوية بحيث ان هو يقدر يتحمل معاك الصدمات. والجراب بصراحة اضمن لك ان هو مش هيصفر، لان دايما الرابر هو اللي بيصفر، لكن الجراب اللي هو الجامد ده لا ما بيصفرش نهائيا خالص. بعد كده في بعض الكتيبات بتاعت التشغيل اللي طبعا محدش فينا بيراها نهائيا. نيجي بقى للوحش بتاع الفئة المتوسطة. مكتوب الشاشة 5.9 واوي فول فيو ديسبلاي 4 كاميرز، اللي هو 4 كاميرات، 4 جيجا بايت رام، 64 جيجا ذاكرة، والبطارية 3340 ملي امبير بطارية. الصوت ده بعشقه 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 جدا 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 في كل الريفيوهات بتاعتي. بعد ما شفنا فتح علبة الصندوق للواوي الميت 10، كمان حابب اقول لكم بصراحة انطباعاتي عن الجهاز بشكل عام. الجهاز بصراحة بيجي بشاشة ممتازة جدا في الحقيقة، يعني الشاشة بتاعته مبهرة، الشاشة بتاعته فعلا روعة زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز بصمته سريعة، أداء الكاميرات الأمامية كان كويس جدا، وخاصة في البورتريت مود، وأداء الكاميرات الخلفية برضو كان كويس جدا ومكانش معاه في أي مشكلة خالص. خامات التصنيع مش هقدر أقول إن هي من أول انطباع عني دي إن هو مش الأعلى في فئته، ولكن خامات تصنيع كويسه جدا وتقدر ان هي تعتمد. باني هي الشاشه الفول اتش دي بلس اللي هي جايه بريسبكت ايشيو من 18 ل 9، وجايه بحجم 6 انش.
الجهاز فعلا في حجمه مقارنه مع الجي 7 برو، لقيت ان الجهاز بتاع الجي 7 برو يعتبر ده اكبر منه بحوالي نص سنتي فقط لغير، ومع ذلك الشاشه هنا اكبر من الجي 7 برو، ودي فايده ان انت تقدر تستغل حواف الشاشه كلها. بصراحه الجهاز كويس، اداء سريع ما عنديش فيه اي مشكله، اداء سلس وما عنديش فيه اي مشاكل خالص، وان شاء الله تعالى انتظروا الريفيو الكامل. فانت لو مش عامل سبسكرايب في القناه الحق اعمل سبسكرايب على طول، وقول لي رايك تحت في الكومنتات ايه الاجهزه اللي انت محتاج ان انت تقارنها مع الميت 10 لايت، وكمان ما تنساش تقول لي ايه هي الحاجات اللي انت عايزني استرس عليها في الريفيو الكامل من حيث الكاميرا الشاشه الاداء. عرفوني ايه بالظبط اللي انتوا عايزين تعرفوه عن الجهاز بشكل كامل، وان شاء الله تعالى الريفيو اللي جاي هيكون بعد حوالي 4 أو 5 أيام بالظبط. بسمع ارائكم لو سمحتوا، يعني ده كان اول انبوكسنج يحصل للجهاز فعلي حقيقي في مصر، فاتمنى ان انتوا تدعموني باللايك وتدعموني بالشير عشان الفيديو يوصل لاعلى مستوى، وكمان حابب ان مجهودنا ده ما يضيعش على الفاضي، وما تستخسرش كومنت فيا سواء الفيديو كويس او لا، عشان طبعا احنا بناخد كلامك في الاعتبار ونتابع كل الكومنتات عشان نقدر ان احنا نتواصل ونقدر ان احنا نطور من نفسنا. ان شاء الله تعالى اشوفكم في الريفيو اللي جاي. اللي مش عامل سبسكرايب، ايوه انت الحق اعمل على طول اشتراك في القناه. ان شاء الله تعالى انتظروا الفيديو اللي جاي. كان معكم محمد طايل من ريفيو ستور.